والله العظيم يا برنس دي احلى هدايا واجمل هدايا. وربنا مرتضى منصور يا برنس بيقول لي كابتن الخطيب، بقول لك يا خطيب انا زي ما قلت لك كهربا دوت هديتي ليك، برضو بقول لك امام عاشور هديتي ليك. والله يا جدعان احلى هدايا، احلى هدايا ديت ولا يا جدعان؟ نادي الزمالك بيقدم هدايا، نادي الزمالك عمال يقدم هدايا، وجمهور النادي الاهلي بيقول لهم ايه دلوقتي؟ طب ما انتوا جبتوا يعني امام وكهربا، طب ما تكملوا الواجب وتكملوا الهدايا وتجيبوا زيزو وتجيبوا فتوح، يعني تبقى احلى هدايا. ده يا برنس جمهور او لسان حال جمهور النادي الاهلي دلوقتي يقول لك بالمره فتوح وزيزو كده وتبقى احلى هدايا. ولكن امام عاشور ده اللي عامل قلبان خلاص، يعني مرتضى منصور طلع وخرب الدنيا، عمل شويه تصريحات وانت عارف، انت عارف كويس بتصريحات عامله ازاي. قال لك يا امام عاشور تروح تمضي للاهلي في الساحل، ده انا اللي علمتك تروح الساحل، ده انا اللي علمتك ازاي تبني عمارات. هو قال له كده، قال له كده يا جدعان امام عاشور مكركب الدنيا، يعني خلاص ساعات 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 ساعات، شفت فيلم ايه؟ ساعات ساعات بحب الحق، ساعات يا برنس وتفصلنا عن اعلان النادي الاهلي على ضم امام عاشور. عاشور عاشور عاشور، الناس كلها بتفكر هو نادي الزمالك بقى ايه؟ يعني هو لما سمعنا يا برنس ان امام عاشور راح الدنمارك، راح ميتلان الدنمارك، قسما بالله فاكرها؟ فاكرها يا برنس وانت فاكر؟ قال لك خلاص هو جاي الاهلي، كله قالها، كله قال، قال لك بقى رسمة الدائري دي اللفة بتاعت المحور دي، دي ده جاي الاهلي، هو بيلف كده بدل ما يجي كده لفها كده، قال لك ده يا باشا جاي الاهلي. ولكن يا برنس طلع انباء وطلع اخبار من شوية بيقول لك ان فتوح وزيزو الاتنين جاي لهم عروض، الواحد جاي له عرض من الدوري التركي والتاني جاي له عرض مش عارف من الدوري ايه، يعني زيزو بيقول لك جاي له عرض من الدوري التركي وفتوح جاي له عرض مش عارف من الدوري الايطالي ولا دوري تاني، فقال لك فتوح وجيزو جاي لهم هم كمان عروض. قال لك الله، لا يا باشا مش هقضيها انا كباري، انا مش كوبري يا بيه، انا مش كوبري، يعني نادي الزمالك يقول لك ايه يا جدعان؟ وخش واحد يجيب لي عرض. ولكن دي الاخبار اللي بتقول، ودي اخبار في تركيا بتاكد على موضوع زيزو بالذات، على موضوع زيزو بالذات ان جاي له عرض من فريق تركي، يعني زيزو شكله هو كمان ولا انا مش عارف، تحس نادي الزمالك كده يعني زي ما شفت تعليق بيقول لك نادي الزمالك بقى ايه مسؤول ان هو بقى يعمل كباري، خلاص نادي الزمالك دلوقتي بقى يفتحوا نادي لانشاء الكباري، الطرق والكباري بسبب اللي بيحصل ده، بسبب اللي بيحصل. ولكن خلاص خلاص يا ناس، عايز زي ما قلت لك امام عاشور في النادي الاهلي، امام عاشور اللي عمل قلبان في اخر كام ساعه ده، بيقول لك كمان المشكله دلوقتي مش في مشكله امام عاشور جاي ولا مش جاي، خلاص جه، المشكله دلوقتي احنا مش عارفين امام عاشور هيلبس رقم كام، يعني بص خلاص بقى دلوقتي هما بيحددوا ان امام عاشور هيلبس رقم كام، فالموضوع خلاص الموضوع يعني مش شبه رسمي، ده رسمي، ده رسمي وفهمي ونظمي، يعني خلاص خلاص. وانا مستني الاعلان ومستنيين ماتش الزمالك بالذات يعدي عشان هتسمع تيك تاك، وهو لما تسمع تيك تاك تعرف ان هو. وعاوز اقول لك يا برنس معلومه مني ديت، خدها مني ليك عشان انت حبيبي، امام عاشور ده سيبك من امام عاشور، يعني امام عاشور دوت هيبقى اقل صفقات النادي الاهلي اللي جايه السنه دي. تقول لي الله ايه ده الاهلي هيجيب مين؟ انا بقول لك امام عاشور هيبقى اقل صفقات الاهلي اللي جايه السنه دي، الاهلي ناوي يعمل صفقات نار، ناوي يعمل صفقات من العيار التقيل، يعني خلاص مش اللي هي الصفقات، لا يا باشا الاهلي ناوي وحاطط اتنين على وحاطط عينيه على اتنين اجانب من العيار التقيل، خلاص بقى بقول لك دي احنا ورانا السنه الجايه كاس عالم وليله وليله يا جدع. ولكن باذن الله يا برنس تبقى احلى هديه، وبنحب نشكر نادي الزمالك على الهدايا اللطيفه ديت يا برنس، ويلا سلام.